الأول نستقبل زميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر. ما ينفعش نخلص حلقتنا أو الجزء الأول من حلقتنا إلا لما يخش معانا محمود شاكر، نستمتع معاه بالأجواء العظيمة في قطر. يوم النهاردة كان صعب على فكرة، محمود النهاردة عامل مجهود عظيم جدا. أعتقد محمود صاحي من الساعة 9 أو 10 الصبح بتوقيتنا يعني، وهو لسه عايش معانا أهو ما شاء الله، عينيه بدأت تقفل تماما. إحنا هناخد البقية من صحيانه يعني. محمود شغل عظيم منور ومشرف، بس اكيد النهارده انت استمتعت قوي. اكيد كل التحيه ليك يا كريم، وكل التحيه لجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. ده فعلا يا كريم انا من الصبح موجود، ولسه كمان بكره ان شاء الله اكون موجود في ماتش كرواتيا والمغرب الساعه 1 بتوقيت قطر، وبرضه اصحى من الساعه 10 الصبح ان شاء الله، وهنقل لك كل الكواليس من هناك ان شاء الله في ماتش كرواتيا والمغرب. احكي لي الاجواء. ده انا مستني اشوف، انا من اول اليوم قلت هشوف محمود شاكر بالليل عشان يحكي لي بالتفصيل الفرحة السعودية والعربية النهاردة بالفوز التاريخي على الأرجنتين، وانت كنت موجود كمان في ملعب المباراة. يوم جميل، يوم جميل يا كريم لكل العرب، واكيد يوم جميل للسعوديين، واكيد جميل للاخوه التونسيين، ولكن اكتر حاجه بسطتنا النهارده المباراه الجميله اللي كانت موجوده من السعوديه في تالق كبير جدا وروح ورجوله. وعاوز اقول لك يا كريم دايما الروح والرجوله في الملعب تقدر تعود اي فارق فني واي فارق بدني في المباراه، وده اللي شفناه النهارده. عاوز احكي لك بقى كويس، احكي لك كواليس الاجواء والجماهير. جماهير السعوديه زي ما كنت بقول لك اليومين اللي فاتوا بداوا يتوافدوا بشكل كبير جدا. عاوز اقول لك على معلومه يمكن ما حدش كتير عارفها، الحكومه القطريه هنا طلعت باصات للمنفذ بتاع ابو سمره. منفذ ابو سمره ده على حدود السعوديه بينه وبين طريق سلوى اللي هو الحدود القطريه 9 كيلو، طلعوا باصات كتيره جدا جدا تاخد الناس من منفذ ابو سمره يودوه على المخرج بتاع طريق سلوى علشان خاطر الجماهير تبقى كتيره جدا زي ما احنا شفناها. عاوز اقول لك كنت بقول لك الجماهير المكسيكيه، ولكن خلاص دلوقتي قلبا وقالبا 100% مفيش اكتر من الجماهير السعوديه موجود في الدوحه. جمعوا النهارده في الفان زون اللي هم عملوها اللي قلت لك عليها امبارح اللي هي قدام في اول الكورنيش، وعملوا يا كريم مسيره كبيره جدا جدا جدا. حتى كان في على السوشيال ميديا طيارات درون جايبه الشكل بتاعهم لون اخضر كبير جدا، ماشي في مسيره طويله جدا، مشوا من الكورنيش لحد ما وصلوا المترو، ركبوا المترو عشان طبعا اسهل طريق للوصول لملعب اللوسيل هو طبعا المترو. ركبوا المترو وبدات بقى الجماهير الاخضر السعودي تتقابل مع جماهير الارجنتين، ومش قادر اقول لك كم التناكه والعلو والكبر اللي كانت فيه جماهير الارجنتين، وكانت عماله تشاور لجماهير السعوديه في المترو وحوالين الاستاد بالاربعه وبالخمسه. ولكن الحمد لله المنتخب السعودي عمل مباراه خياليه. مجرد انتهاء المباراه كل الجماهير الارجنتينيه يا كريم مشيت من الاستاد بعد الماتش بالظبط بحوالي 5 دقايق كان كله بره لونه ازرق، جماهير الارجنتينيه. وفضلت الجماهير السعوديه داخل الملعب عماله تغني وترقص وتشجع اللعيبه السعوديين. وبعد كده مره واحده كريم جماهير الارجنتينيه اللي من قبل كاس العالم كانت موجوده في كل حته وفي كل مكان، منين ما تروح تلاقي على طول تيشيرتات ميسي وتيشيرتات دي بول وتيشيرتات دي ماريا. كل الجماهير اختفت، ما بقاش في اي حد، كلهم روحوا ناموا بدري. والجماهير السعوديه بقى طبعا انت عارف الفرحه بفوز منتخبك. فضلت الجماهير السعوديه موجوده في محيط استاد اللوسيل في مكان اسمه اللوسيل بوليفارد، ده اكبر واجمل مكان ممكن تشوف فيه اعلام وتشوف فيه فعاليات كتيره جدا جدا. فضلت الجماهير السعوديه لغايه بالظبط من ساعه ونص او ساعتين كانوا ماليين المكان، وانت اكيد شفت اللقاءات اللي كانت موجوده، جماهير السعوديه كانت في كل مكان، ومش بس جماهير لكن برضو في سيدات كتيره جدا من السعوديه وصلت، واللي ما حضروش المباراه كانوا موجودين برضو في كل الانحاء. الجماهير السعوديه النهارده فعلا كانت سعيده وفرحانه جدا جدا. عاوز اقول لك كنت بتكلم معاهم النهارده وسالت كذا حد بعد ما كانوا امبارح بيتكلموا، بيقولوا يعني احنا عندنا ثقه في رينار، احنا ممكن نتعادل او ما نخسرش كتير. النهارده بكلمهم بيقولوا لا احنا ممكن نروح دور الاربعه، يعني احنا كسبنا الارجنتين يلا يا ريت بالظبط. اكيد طبعا يا ريت، ادوا اداء هايل. طبعا هيتاثروا شويه بغياب شهراني الباك ليفت اللي هو باك ليفت رائع بصراحه، خبطه وحشه جدا جدا، وعاوز اقول لك راح على المستشفى هنا بتاعت اسبيتاريا، طبعا من اقوى المستشفيات في العالم للطب الرياضي، واحتمال كبير يتعمل له عمليه لشهراني اللي اتخبط خبطه صعبه جدا جدا، ممكن يغيب عن الملاعب فتره كبيره. ولكن كان فعلا يا كريم اجواء كانت جميله جدا. عاوز اكلمك بقى برضو عن المنتخب التونسي واجواء المنتخب التونسي. انا ما قدرتش اروح احضر المباراه بتاعت تونس والدنمارك، ولكن رحت وقفت قدام الاستاد بمجرد انتهاء المباراه. الجماهير التونسيه كانت سعيده جدا
جدا جدا، رغم ان هي ما كانتش متوقعه هذا الاداء خالص من المنتخب التونسي. وبيقولوا لي ان يعني من اصعب المباريات اللي ممكن تكون موجوده هي مباراه الدنمارك اللي بتتفوق دايما على فرنسا، اتعادلوا معاهم، بيقول لي احنا هنتعادل كمان مع فرنسا وهنكسب الماتش الاخراني ونقدر نتاهل. في عندهم ثقه كبيره جدا جدا. وعاوز اقول لك جماهير مصرية كانت فيه كتير قوي النهارده، جماهير مصرية الصراحة مع الجماهير التونسية في الملعب. وزي ما انت قلت الروابط كانت موجودة من أول مباراة قطر، في كل العرب هنا ملتفين. وعاوز أقول لك يا كريم، راحت زعلان فعلا إن المنتخب المصري مش موجود. كأس عالم على أرض عربية، أنا يعني مهما أوصف لك الأجواء هنا ومهما أحكي لك، طبعا يعني إن هي تبقى موجودة على أرض عربية كانت هتفرق جماهيريا بشكل كبير جدا. وشفنا في كأس العرب، بس إحنا في كأس العرب كنا بنلعب بعض، فأنت متخيل إن إحنا لو كنا بنلعب في المونديال كم الدعم. خلاص اللي ما تقلبش علينا يا محمود المواجع. خلاص سيبنا ننبسط بقى بالكرنفال ده والمونديال. خلاص انبسطنا النهارده. اكيد بكره بقى كريم عندنا طبعا المعركه الاخيره بقى في اللي يقدر نقول في اخر مباريات المنتخبات العربيه في الجوله الاولى. وهو المنتخب المغربي قدام وصيف كاس العالم 2018، المنتخب الكرواتي القوي. ولكن كنت بتكلم برضو، شفت في البوليفارد، في اللوسيل بوليفارد، جماهير مغربيه كتير عندهم ثقه كبيره جدا في المنتخب المغربي، وبيقولوا ان احنا ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه بكره. المنتخب الكرواتي خلاص اللعيبه بقت كبيره في السن والاسامي ما بقتش موجوده، وبيقولوا ان المنتخب الكرواتي اللي عمله في كاس عالم 2018 ما هي الا طفره، وهي بطوله كده جت، وان هم خلاص الكيرف بتاعهم هيقع. فطبعا يعني اكيد نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي بكره، ويكمل لنا بقى الجمال اللي شفناه النهارده. وان شاء الله برضو المنتخب القطري في مباراته الجايه يقدر يعوض ان شاء الله. يا رب. محمود دايما متالق ودايما تبدع، استمتع بكاس العالم. لو انت متضايق ان مصر مش موجوده في البطوله، فانا متضايق ان انا مش واقف معاك دلوقتي وقاعد بنبسط الانبساطات اللي انت عملت بسببك. بس ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويحميك. شكرا عظيم يا محمود، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كريم. شكرا.